تبارك الله، ماشي هذه اول نهار، يعني هذه 13 سنه وحنا في هذا على هذا القطار هذا سنين، وعينا وخلصنا فلوسنا وحرقنا دمنا، وكانوا معنا اجيال وماتوا، وكانوا معنا والدينا وماتوا، وكان حلمهم يشدوا بابهم عليهم، ولكن هاد الناس ما بغاوش يعطيونا حقنا، ما عرفناش علاش. على شنو هذا الحق؟ على 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 ارضنا ورزقنا ضاعت هذه 13 سنه، ولكن عينا كيعطيونا امل وكنجيو ضد من كتحتاجي انا؟ كنحتاجو ضد اليوس دارنا والعامل، هو اللي مشبرنا هاد العرقله كامله، كيعطينا امل. وملي كيكون هنا سيدنا كيقولوا لنا صافي مشيو بحالكم، راه كلشي ديالكم كاين، والتزموا معنا مرارا، ولكن ما عرفناش علاش ما كيعطيوناش حقنا نمشيو بحالنا حتى حنا نرتاحوا. وكنجيو هنا غير كيتصوروا معنا وكيصوروا ويتفرجوا في ديك التصويره من الصباح للعشيه ويمسحوها وكانه شيئا لم يكن. ولكن حنا عينا يعطيونا السكن مبني او يعطيونا ارضنا، ولكن ولا نمشيو للقصر. باقي لنا حل واحد، نمشيو للقصر عند سيدنا، ولا قلنا نمشيو بحالكم، ما عندكمش هاد الارض، ما عندكمش الحق، فحنا على راسنا وعينينا، ولا كد ديالنا يعطيوها لنا، يطلقونا باش ما كان. عينا وملينا والله يكون في العون، ها اللي مريض، ها اللي بالسكر، ها اللي بالطونسيو، وانا الوحيده متضرره من الطونسيو والسكر، ودابا رجلي واقفه بالدراع، وهاد الناس كاملين الله يكون في العون. وكاين اخر وعد سيده باقا في الشارع بالجواج، انا عن بني وتزوجوا وعملوا ولادهم وجوجوا ديك الدراري، وحنا باقيين كنواعدوا. وصلوا للصداع مع النساء ديالهم، كيقولوا لهم حنا في الاول قلتي لنا بان عندك الارض عاد بني، واضطرت كتخدم، كتخدم في الديور، كتخدم في الشارع، وعلاش هاد الحياه هادي؟ وصلونا لهاد الحاله هادي، وهما السبب العامل واليوس دارنا. احنا عينا وحسبي الله ونعم الوكيل، والله ياخذ حقنا. هاد الوقفه هادي اللي اليوم 29 ياك 29 غشت 2024، يعني تقريبا هذه واحد 16 عام والاحتجاجات، واول احتجاج كان هذه 16 عام ديال هذه المجموعه هذه في واحد المكان. هذا المكان خلى جلاله الملك يشوفنا، انا ما كنتش ولكن كانت هذه المجموعه كامله. فالملك ديالنا رسل الاطور اللي كانوا معاه، جاو عند العميل انذاك، عرف المشكل لانه اليوس دارنا كانت الارض وحفظتها بدون مسطره قانونيه. فهي اللي كيقول لنا بانه الديره تعلقات ديك الوريقه ديال الاعلام في الملاليين، ولكن هذه غير هضره كيقولوها لنا والسلام، واخا ان ذاك التعليق له غير قانوني، لان هذه الارض هذه تابعه راه كاينه في المدار الحضري وسط المضيق، جماعات المضيق، والرئيس السابق شاهد ما تعلقات حتى شي حاجه لا في تطوان ولا في المضيق ولا في الملاليين حتى شي حاجه، معناها انها كانت زوير. اليوم صدرنا حفظات بتواطؤ مع المحافظه، حفظت لنا الاراضي ديال هاد الناس اللي كانوا شراوها، فما كنا حتى حنا نجيو نديروا التعرضات. اذا كانت زوير، كان استعمال النفوذ، استغلال النفوذ، تواطؤ الى اخره. جاء الطاقم الملكي عند العامل، ديك الساعه كان السي المرابط، السي المرابط، وقالوا له واش تحل انت المشكل ونحلوه حنا. فالتزم السيد العامل انه يحل المشكل، وفعلا ديك الساعه كنت انا حاضر كذلك شهيد عيان، وحضرنا كاملين سواء كمتضرر او كمحامين، والتزمات اليونس دارنا ودارت معنا العقود. يعني دابا كاين تعاقد، تعاقدنا كتبنا والتزامات ديالهم، وعينوا لنا القطعه الارضيه ديالنا، وخلصنا فرسنا الفلوس في البنك في الحساب ديالهم، ودرنا الاجراءات كامله، بمعنى انه وكنسالوا دابا أين هو الأمن التعاقد في المغرب؟ أين هو الأمن العقاري اللي كيصدعوا لنا به راسنا في عدة ملف حسب الغرض أو على بناء على شكون الجهة اللي خرقات؟ يلا والدولة تجي عندنا، تحنا عندنا يقول لنا وأنتم راكم ضحية ديال 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 خرق الأمن العقاري والأمن التعاقدي، ومن الشركة الكبيرة ديال اليوس دارنا، والعامل داخل في هذا الشيء هو اللي كيعرقل وتيقول له هو باغي الارض باغي يديها. وقلنا هذا الشيء هذا، وقلناها للسلطات الولائيه ديال طنجه، قلنا هذا الشيء هذا. اذا هذه اعتصامات لفت الانتباه ديال جلاله الملك، لانه هو اللي قد يحل المشكل.
وكاين التواطؤات ديال المسؤولين اللي هما ممكن يحلوا هذا المشكل، ولكن كل شيء ما يعني كاين تواطؤ وما عرفناش الاهداف ديال كل واحد. وحنا الان تنخوضوا هاد المعركه بحالنا بحال المواطنين، وهنا نبغي نقول للحقوقيين، وانا راه رئيس جمعيه حقوقيه، سي باكر كذلك رئيس جمعيه حقوقيه، معنى اننا هو راه العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان، وانا جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان. تنبغي نقول لهم بانه هذه هي الدوله الاجتماعيه المغربيه اللي كيتبشحوا لنا بها. هذه هي الدوله الاجتماعيه، ما كاين لا دوله اجتماعيه ولا دوله حقوقيه. كاين توزيع الحقوق بالقانه وحسب المصالح وحسب النفوذ. راه ما كاين حتى حاجه في الاجهزه ديال الدوله، فقط جينا باش نبانو لجلاله الملك مره اخرى. راه طرقنا جميع الابواب المسؤوله، وهذيك الابواب المسؤوله كلها تتواطأ وكلها عند الغرض بشكل او باخر في ديك المؤسسه ولا في ديك الارض. قلنا جلاله الملك بوحديته، اذا ما عندناش دوله ديال المؤسسات اللي يمكن ناخذوا بها حقنا، كاين المؤسسه الملكيه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه للحياه اليوميه اللي جات لي مكه الازر، الوقفه الاحتجاجيه ديال 27 اسره اللي عندها موضوع ديال قطع الارضيه ديالها مع شركه اليونس دارنا، وهذا موضوع طاله النسيان وتقدم شيء ما، رغم اننا مجموعه ديال الاحتجاجات اللي قامت بها المجموعه، وكان تدخل ملكي في الموضوع، وكان اجتماع في عماله المضيق في نيدق، وكانت العماله هي الوسيط في هذا الملف هذا، وتحلت المسائل من الاحتجاجات الى المساله الاداريه، رغم انه العماله تحملت مسؤوليتها الاداريه في تسويه الوضع للقطاع الارضي ل 27 اسره. وتم اتفاق في اطار محاضر وتم التوقيع عليها واتفاقيات مجموعه ديالها، ولكن الى يومنا هذا لا زلنا ننتظر ولا زلنا ننتظر. الى متى سيكون هذا الملف في تحل المشاكل ديالها؟ نحمل المسؤوليه الى جميع السلطات المحليه والى شركه اليونس دارنا في التغاطي على هذا الملف ديالها، رغم اننا ادينا الواجب المتفق عليه في الدفعه الاولى. فلهذا انني كنطالب التدخل ديال السلطات المحليه عاجلا مع شركه اليونس دارنا لحل هذا المشكل هذا، حل هذا النزاع هذا، لان المجموعه الان خدات معركه كل جمعه غادا تبقى دير احتجاجات ديالها باش تاخذ حقوق ديالها. رغم انه الملف ديال شركه اليونس دارنا حنا ما بغيناش نتكلموا عليه بالصيغه القانونيه، رغم ان اليونس دارنا الوقت اللي جات حطت الملف ديالها علقته في جماعه الملاليين باش نحطوا حنا الاحتجاجات ديالنا ونديروا التعرضات ديالنا، كان فيه تلاعب، رغم ان القطعه الارضيه اللي هي شرينا فيها حنايا هي كان ما كانش عندها مسح توبوغرافي، وشركه اليونس دارنا ترامات عليها ودخلتها في المسح التوبوغرافي ديالها. فلهذا هذا التحيل اللي قامت به شركه اليونس دارنا في وضع الملف ديالها في جماعه الملاليين يعد غير قانوني ولا شرعيه له بتاتا. فلهذا نطالب جميع السلطات المحليه التدخل العاجل لارجاع القطع الارضيه الى اصحابها قصد بنائها، وشكرا لكم.